فإذا نذر الإنسان أن يحج فإنه يجب عليه الحج، ولكن لو لم يدرك زمن الحج ومات فلا شيء عليه. فالحج الذي يقضى عن الميت هو ما تمكن من فعله ولم يفعل، ما تمكن من فعله ولم يفعل، وأما ما لم يتمكن من فعله فإنه لا شيء عليه. فلو أن شخصا قال: لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم أو يوم الخميس القادم، ومات قبل هذا الزمن فلا شيء عليه لأنه لم يدرك الزمن. كذلك لو قال: لله علي نذر أن أحج هذا العام، ومات قبل ذلك فلا شيء عليه. وكذلك أيضا يلحق به من أدركه الزمن وهو معذور، كما لو قال: لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين وأصابه مرض ولم يتمكن، أو قال: لله علي نذر أن أحج هذا العام ومرض قبل الحج ولم يتمكن، فهذا لا يقضى عنه لأنه ليس مفرطا. إنما الذي يقضى هو ما أدرك زمنه وتمكن من فعله ولم يفعل. فلو قال: لله علي نذر أن أحج هذا العام وتمكن من الحج ولم يفعل، فحينئذ يقضى عنه. أو قال: لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين أو الخميس وتمكن ولكنه تساهل وتهاون، فإنه في هذه الحال يصام عنه